السلام عليكم، مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد لتعلم اللغة الإسبانية للمبتدئين. اليوم سنتعلم كلمات جديدة، كلمات شائعة في اللغة الإسبانية. ودون أن أطيل عليكم فلنبدأ على بركة الله. نبدأ بفعل كومير. كومير كومير ومعناه أكله. مثلا إذا أردت أن أقول أن اليوم سنأكل معجنات بالإسبانية أقول كوميموس باستا أوي. كوميموس باستا أوي. كوميموس باستا أوي يعني اليوم سنأكل معجنات. وإذا أردت أن أقول أن باولا لن تأكل معنا بالإسبانية أقول باولا نو كومي كون نوسوتروس. باولا نو كومي كون نوسوتروس. باولا نو كومي كون نوسوتروس يعني باولا لا تأكل معنا. أو عندما تكون مع الأصدقاء وتطلب منهم أن يذهبوا للأكل بالإسبانية أقول vamos a comer algo. vamos a comer algo. vamos a comer algo. هيا بنا نأكل شيء. أو مثلا إذا أردت أن تحذر شخص أن لا يأكل شيئا ما بالإسبانية أقول no comas esto. no comas esto. no comas esto. لا تأكل هذا. أو إذا أردت أن أسأله ماذا تريد أن تأكل بالإسبانية أقول ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? ماذا تريد أن تأكل؟ كلمة comida أو بالجمع comidas هي مشتقة من فعل comer ومعناها أكلة أو وجبة. مثلا إذا أردت أن أقول أنني يعجبني الوجبات السريعة بالإسبانية أقول me gusta la comida rápida. me gusta la comida rápida. me gusta la comida rápida. أنا يعجبني الوجبات السريعة. أو مثلا عندما تريد أن تجرب الأكل العربي بالإسبانية تقول vamos a probar la comida árabe. vamos a probar la comida árabe. vamos a probar la comida árabe. هيا بنا نجرب الأكل العربي. كذلك فعل كومير يستعمل في صيغات أخرى، مثلا عندما نستعمله نحن في التعبير المجازي وأقول الشعر يأكل من وجهك أو نصف من وجهك بالإسبانية تقول El pelo te come la cara. El pelo te come la cara. El pelo وهو الشعر El pelo te come la cara. يعني الشعر يأكل من وجهك. نمر إلى الفعل الثاني وهو فعل beber. 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 ومعناه شربة. مثلا إذا سألني أحدهم كم لترا من الماء تشرب يوميا يمكن أن أجيب Yo bebo 2 litros al día. Yo bebo 2 litros al día.
Yo bebo 2 litros al día. أنا أشرب لترين في اليوم. أما في فصل الشتاء فإنني أشرب أقل. مثلا يمكن أن أقول بالإسبانية In invierno bebes poco. In invierno bebes poco. In invierno bebes poco. يعني في فصل الشتاء أو في الشتاء أنت تشرب قليلا. وعادة في اللغة الإسبانية يقصد ببيبير في العادة هو شرب الكحوليات. مثلا إذا أردت أن تنصح شخص ما عن الابتعاد عن الكحوليات ممكن أن تقول Tienes que dejar de beber. Tienes que dejar de beber. Tienes que dejar de beber. ومعناه يجب أن تمسك عن الشراب أو يجب أن تترك الشراب. وعادة هنا تستعمل tienes que عند تقديم نصيحة أو تحذير، وهو ما يعرف بالعربية يجب عليك أو يجب أن. عبارة بيبيدا وبالمجموع بيبيداس. بيبيداس ومعناه مشروب أو مشروبات، وهي عبارة بطبيعة الحال مشتقة من فعل بيبير. مثلا إذا أردت أن أطلب من الأصدقاء أن يحضروا أو من صديق ما أن يحضر معه المشروبات بالإسبانية أقول Trae contigo algunas bebidas. Trae contigo algunas bebidas. Trae وبيها بمعنى أحضر. Trae contigo معك. Trae contigo algunas bebidas. أحضر معك بعض المشروبات. أمر إلى الفعل التالي وهو فعل levantarse. Levantarse. Levantarse وهو بمعنى استيقظ. مثلا إذا أردت أن أقول أنني في أيام الأحد أستيقظ متأخرا بالإسبانية أقول En los domingos me levanto tarde. En los domingos me levanto tarde. En los domingos في أيام الأحد me levanto tarde. أنا أستيقظ متأخرا. وإذا أردت أن أستعمل هذا الفعل في الأمر، مثلا أن أمر شخص ما أن يستيقظ للذهاب إلى العمل بالإسبانية أقول Levántate para ir al trabajo. Levántate para ir al trabajo. Levántate para ir al trabajo. استيقظ لتذهب إلى العمل أو للذهاب إلى العمل. أو يمكن أن أستعمل الكلمة بمفردها وأقول levántate ومعناها استيقظ. كذلك يمكن أن أستعمل فعل levantarse للتعبير عن النهوض. النهوض مثلا من المقعد، كنت جالس وتريد أن تنهض بالإسبانية مثلا يمكن أن أقول se levanta de su asiento y se va. Se levanta de su asiento والأسينت هو المقعد إسبا ويذهب. Se levanta de su asiento إسبا. نهض من مقعده وذهب. أو مثلا إذا أردت أن أوجه إنذار لشخص ليس نائما ولكن لا يريد أن يعمل وأنا أريد أن أقول له أن يذهب للبحث عن عمل بالإسبانية ممكن أن أقول Levántate y vete a buscar trabajo. Levántate y vete a buscar trabajo. Levántate y vete a buscar trabajo. انهض واذهب للبحث عن عمل. وهنا أقصد levántate ليس لأنه نائم أو بل لأنه
جالس عن العمل أو قاعد عن العمل لا يعمل. أمر إلى الفعل التالي وهو فعل كامينار. كامينار كامينار وهو بمعنى تمشى. مثلا لأصحاب مرضى السكري أو السمنة ينصحون دائما بالمشي على الأقل ساعة في اليوم. بالإسبانية أقول Hay que caminar una hora al día. Hay que caminar una hora al día. Hay que caminar una hora al día. بمعنى يجب أن تتمشى ساعة في اليوم. أو مثلا عندما أريد أن أقول لشخص أنك تمشي ببطء جدا. بالإسبانية أقول Tú caminas muy lento. Tú caminas muy lento. Tú caminas muy lento. أنت تتمشى ببطء جدا. كذلك هذا الفعل يستعمل في التعبير المجازي، وعندهم طريقة للتعبير أن المرأة تغير فيك عدة أشياء. بالإسبانية مثلا يمكن أن تقول La mujer te cambia hasta el modo de caminar. La mujer te cambia hasta el modo de caminar. La mujer te cambia hasta el modo de caminar. المرأة تغير فيك حتى طريقة مشيك. فعل أوير. أوير أوير ومعناها هربة. هناك بعض الأشخاص القطط لا تحبهم. مثلا إذا كنت أنت واحدا منهم تقول بالإسبانية El gato huye de mí. El gato huye de mí. El gato huye de mí. القط يهرب مني. وكما هو الشأن في اللغة العربية، الهروب لا تعني دائما الهروب يعني الجري خوفا من شيء ما أو ابتعادا من شيء ما. فنحن كذلك نستعمله للتعبير مثلا عندما تهرب من العمل أو من المدرسة. بالإسبانية تقول Tú huyes siempre del trabajo. Tú huyes siempre del trabajo. Tú huyes siempre del trabajo. أنت دائما تهرب من العمل. كذلك هناك مقولة مشهورة عند الإسبان تعبر على أن الانسحاب لا يعني الهروب. بالإسبانية تقال El retirarse no es huir. El retirarse no es huir. El retirarse no es huir. الانسحاب ليس الهروب. كذلك يستعمل فعل huir مثله مثل اللغة العربية في التعبير مثلا عن الهروب من المعاصي. بالإسبانية تقول huye del pecado. huye del pecado. huye del pecado. huye del pecado. وهو بمعنى الهروب من المعاصي. إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بتعليق أو بالضغط على زر لايك. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.